بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جينا بنقطة مهمة احنا أصلا منتظرينها، وهي إزاي أنا أكستمايز أو أعدل على الإيرور لما يطلع. أنا اللي ههندله. هل البي اتش بي بتدي لي السماحية إن أنا أعدل؟ أقول لك أه، بتديك السماحية إنك تعدل، بس تتبع الـ يعني الدايركشنز بتاعت اللغة بشكل عام. يعني أنت هنا عندك الإيرور له أناتومي أو له تشريح معين. أولا نوع الإيرور، ثانيا رسالة الإيرور، ثالثا الملف، رابعا اللاين اللي فيه الايرور. هل انت بقى تقدر تشكلهم زي ما انت عاوز؟ بدل ما هو بيطلع لك الرساله دي، انت تطلع حاجه تانية بشكل مختلف زي ما انت عاوز تطلع. يقول لك اه، ازاي ده؟ لا خلاص، انت ممكن تيجي كده في السكريبت بتاعك فوق هنا تعمل فانكشن جميله، فانكشن كده اسمها ايرور او اي حاجه، على فكره مش شرط الاسم ده، بس يعني متعارف عليه، ايرور ايه هاندلر كده، ايرور هاندلر. وايرور هاندلر ده هياخد على الاقل تو بارامترز اساسي على الاقل، لكن هو يفضل ان هو ياخد اربعه بارامترز. البارامتر الاول بالنسبه لي هو الايرور ليفل اللي هو بيبقى موجود، او الحاجه في الاناتومي. تاني حاجه عندي بتكون المسج بتاعت الايرور. تالت حاجه هتكون عندي الفايل بتاع الايرور. اخر حاجه هتكون عندي اللاين اللي فيه الايرور، السطر اللي فيه الايرور. خلينا كده، ما دام احنا ما ثبتناش، يبقى ايه؟ ليفل، المسج، الفايل، اللاين. ايه رايك لو جينا نكتب كده؟ اقول لك ايكو ليفل از، واروح طابع الليفل بتاع الايرور بتاعي اللي هو الليفل كده دوت بي ار بالشكل ده. تحته هطبق الكلام ده، وفي الاخر خالص هقول له داي. تعال نشوف هنا ليفل، وهنا هيكون عندي المسج، وهنا هيكون عندي الفايل، وهنا هيكون عندي اخر حاجه اللاين، اللاين بتاع الايرور نفسه. طيب جميل جدا، لو انا رحت هنا البراوزر مفيش حاجه هتحصل معايا، كل حاجه زي ما هي. امال ايه اللي هيحصل؟ قال لك لا، انت صحيح بتعمل الفانكشن، بس بتستدعي فانكشن تانيه بقى عندنا في البي اتش بي اسمها سيت ايرور هاندلر، وتمرر لها اسم الفانكشن بتاعتك ايا كان. فاحنا مسمينها ايرور ايه؟ هاندلر، عشان القصه دي، لان هو فعلا بيهندل الايرور. فتعالى كده، لو احنا رجعنا رحنا للبراوزر عملنا كده، يقول لي ليفل از 8، فعلا الكونستانت ده رقم 8، المسج از اندفايند فاريبل اكس، الفايل از ادي الملف، اللاين از كذا. مش انت بتشوف الكلام ده لو حد فيكم يعني لو بتتفرج شاف لارافيل او اتعامل مع اي فريم ورك، بتلاقيه اصلا بيكستمايز الايرور، يعني تقريبا ناقص يغني لك مع الايرور. ليه بيغني لك مع الايرور؟ هو اللي بيعمله، هو اللي بيتحكم فيه، هو اللي بيهندل الايرور عن طريق الفريم ورك، يبني لك الاستراكشر ويحدد لك الايرور واللاين بتاعه. ممكن ياخده ويروح على الملف، يروح عامل لك عليه زوم وهكذا، بيتعامل معاه. يعني يا باشمهندس انا اقدر الفانكشن دي ارجع بيها ملف، الملف ده فيه كلام معين بيتنفذ مثلا، يعني اعمل انكلود لملف، الملف ده 404 او 403 او 322 او يعني 300، وات ايفر الايرور حتى اللي انت هتظهره والشكل اللي انت هتظهر بيه. اقول لك اه، تقدر تعمل الكلام ده. يبقى فكره الهاندلنج للايرور عن طريق فانكشن انت بتعملها، الفانكشن دي بتاخد بيها البارامترز الاساسيه بتاعتك، وعشان تفاير الفانكشن دي على السكريبت بتاعك بتعمل ايه؟ بتست ايرور هاندلر، وتقول له اسم الفانكشن بتاعك، بتستخدم سيت ايرور هاندلر بتاعت البي اتش بي، وبتستخدم الفانكشن بتاعتك اللي انت عاملها علشان تاخد بيها البارامترز وتتحكم فيها زي ما انت عاوز، زي ما هنشوف في الفيديو اللي جاي ازاي نخزن الايرور اللي عندنا في ملف.